شفت فيديوهات كتيرة الأمهات اللي ماتوا عيالهم في ليبيا، تأثرت جدا جدا جدا، من أكتر الحاجات اللي وجعتني بصراحة. وكان في أم تقريبا بتقول نفس الكلام اللي أنا قلته، إن أنتي عارفة إن زعل النصارى مضاعف، إن هم بيحزنوا بطريقة معينة، إن هم ليهم كلمات معينة بيقولوها وهم بيحزنوا. هو للدرجة دي بتذكري فكرة الدور والشخصية اللي أنتي بتقدميها؟ لا لازم. لا لازم يا دالة، ودنا طول الوقت سيرش عن النت سيرش عن النت، ببص على حاجات، ببص هما يعني بانفعالهم عامل ازاي، ايه الكلام اللي بيتقال. شفت فيديوهات كتيرة الأمهات اللي ماتوا عيالهم في ليبيا، تأثرت جدا جدا جدا، من أكتر الحاجات اللي وجعتني بصراحة. وكان في أم تقريبا بتقول نفس الكلام اللي أنا قلته. خدت منها حاجات؟ خدت منها طبعا، خدت منها، خدت منها لأنها وجعتني قوي هي بتتكلم، وبصيت لقيت مدى الإيمان اللي عندها، إيمان قوي جدا. يعني ده طبعا ربنا يعني قد إيه بيحبها إن هو مديها كم الإيمان ده والصبر ده بصراحة يعني. فأكيد بذاكر، بذاكر كتير. انت ازاي هتختلفي؟ ازاي هتبتعملي ده غير ده؟ يعني ما احنا مش كلنا نفس الحكايه، فاهماني؟ وسالت على فكره، سالت اصحابي مسيحيين كتير. انت ما خفتيش ان انت تخشي من غير مكياج وحاجات؟ لا، بالنسبه لي حاجات سخيفه جدا ان انا افكر فيها، عشان كده ما بتفرجش على نفسي، لان الشكل لا يعني لي اطلاقا. احنا خلاص بنعمل، بنقعد قاعدة، الأستاذ المخرج بيشوف الماكيرة، الستايلست كلنا بنحضر الشخصية، وافق عليها، عجبته، خلاص هي دي الشخصية، فأنا بعتمدها وبتكلمش، بتكلمش أبدا. لا، هو شايفها إزاي كمان لازم أحترم رؤيته، هو شايفها إزاي وأنا شايفها إزاي، وإحنا وجهة نظرنا متقاربة جدا، ويعني ما ينفعش تبقى غير كده. أنت خايل بقى بعيدة عن الصعيدي، ورجعتي للصعيدي بعد 17 سنه، قولي لي استعديت ازاي؟ بص، احنا كان معانا مدقق لغوي، هو من اشهر الناس واحسن الناس في الوسط، استاذ عبد النبي، شاطر جدا، بيديكي الكلام والاداء، عشان انت لو راقبتي وهو بيتكلم هتاخدي الاداء منه، عارفه؟ فهو كان مريحني جدا، عدا ان انا هو اول حد اشتغلت معاه كمان صعيدي، فاحنا يعني واخدين على بعض. وانا عندي ملكه الحمد لله، يعني ان انا بتكلم كل اللهجات، ما عنديش مشكله، فيعني ما عنديش مشكله اتكلم صعيدي، اتكلم اسكندراني، اتكلم دمياطي.